هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. دلوقتي خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي وكل سنة وأنت طيبة، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة في أول يوم من السنة الجديدة. طبعا كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين وكل المصريين بخير يا رب. احنا طبعا خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجويه خاصه في المناطق الداخليه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى، هتتراوح ما بين 19 و 20 درجه مئويه خلال فتره النهار. فاحنا فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس بنحس بالاجواء اللطيفه الشتويه على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله ودافيه تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن فور غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره مع الساعات الاولى من الليل، وكمان مع الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحراره الصغرى خلال فترات الليل بتوصل ل 10 درجات على القاهره الكبرى. فالأجواء بتكون أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان إن احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا تأثيره أكثر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات اليوم بتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومعاها فرص لسقوط الأمطار. يمكن بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من الصباح سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، متوقع على مدار اليوم أمطار ما بين المتوسطة قد تكون غزيرة في بعض الأماكن خاصة على صحراء مطروح ومحافظة مطروح. يبقى الأمطار هتكون على مطروح، الإسكندرية، بعض المناطق من شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، على فترات متقطعة من اليوم ما بين المتوسط إلى الغزير. أيضا الأمطار هتمتد اليوم لبعض المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري زي المنوفية والغربية والشرقية، فرص الأمطار في المناطق الداخلية أمطار خفيفة. احنا طبعا مكملين على مدار الايام القادمه استمرار الامطار على المناطق الساحليه ومحافظات شمال الوجه البحري، وكميات الامطار هتظل ما بين المتوسط الى الغزير خاصه في المناطق الساحليه من الجهه الغربيه. وايضا الشبوره المائيه بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. فمهم جدا هننصح كل الساده المواطنين ان احنا القياده بهدوء تام اثناء تكون الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. كمان نرتدي الملابس الشتويه والكون شتويه ثقيله خلال فترات الليل المتاخر والصباح الباكر. وطبعا في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار خاصه الاسكندريه ومطروح نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه والمباني المتهالكه، وان شاء الله السلامه للجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 19 10، اسكندرية 19 13، العالمين الجديدة 19 12، مطروح 19 12، دمياط 20 13، بورسعيد 20 13، الإسماعيلية 20 10، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 20 12، كاترين 16 4، طابة 20 12، حلايب 23 16، شلاتين 25 15، شرم الشيخ 23 15، الغردقة 23 14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8، بني سويف 20 8، الوادي الجديد 21 9، أسيوط 20 6، سوهاج 20 8، قنا 21 9، الأقصر 22 9، وأخيرا أسوان
العظمى فيها 23 والصغرى 11. وزي ما أكدت علينا دكتورة منار غانم أنه يعني في أمطار ممكن تبقى متوسطة إلى غزيرة، ناخد بالنا على أغلب الطرق، نلتزم بالتعليمات المرورية كمان علشان في شبورة ممكن تبقى كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية، علشان ترجعوا يعني بيوتكم وأشغالكم تروحوها بألف سلامة. نرجع مرة تانية لأحمد وبسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم.